بالنسبة للنوع الرابع اللي هو مالتي لوب فلو تشارت، فلو تشارت هذا النوع يحتوي على أكثر من عبارة تكرار. المثال اللي يوضح ذلك أنه a merchant want to cut off a set of cloth size more than 5 meters، عنده أنه شو نقول خياط أو تاجر مع الأقمشة، فريد عنده أطوال من الأقمشة يريد يقطعها إلى قطع بطول 5 متر. draw a flow chart for this project. فنجي نرسم الفلو شارت الخاص بهذه حل المشكلة أو هذه البروسيس. بالبداية شفنا البداية start، من بعدها take a piece يعني تخلي قطعة القماش اللي يريد التاجر هذا انه يقطعها، cut off 5 meter length اقتطع من عندها 5 أمتار. من بعدها يفحص is remainder أكبر من 5، هل المتبقي أكبر من 5 أمتار؟ إذا yes يدخل مرة ثانية يقطعها إلى يستقطع عنده 5 أمتار، إذا لا more pieces دخل لي قطعة ثانية لغرض تقطيعها. فإذا أكو قطعة ثانية هذه يس راح يدخل القطعة ويبدي يقطعها ويجري عليه اختبار انه هي اكبر من 5 متر او لا، واذا لا يدخل قطعة ثانية، هنا راح يختبر اكو قطعة ثانية او لا، فاذا لا ينهي البروسس تقريبا مثل المثال السابق الخاص بمنح اجازة السياق. هنا ملاحظة مشار الى انه في هذا النوع المالتي لوب توجد نوعين من عبارات التكرار، واحدة يسموها الداخلية، العبارة التكرار الداخلية، وعبارة تكرار خارجية internal loop و external loop. نجي إلى موضوع geometric form for counters. هنا counters يعني الأعدادات أو عبارات التكرار. هنالك نوعين من طريقة رسم الفلو شارت باستخدام الكاونترز أو عبارات التكرار اللوبس، فهذا النوع الأول وهذا النوع الثاني. من الملاحظ هذا الشكل، إذا ترجعون الصفحة رقم 2 من شفنا الأشكال، استعرضنا الأشكال اللي نستخدمها من نسوي فلو شارت. الشكل رقم 5 اللي هو لوبينج، هذه عبارات تكرار، فاستخدمنا هذا الشكل، واضح؟ أو بالإمكان استخدام هذه الأشكال الأخرى أنه أستخدم بها عبارة اتخاذ القرار، شكل اتخاذ القرار if statement أو غيرها، أو استخدام هذه أنها تقرأ متغير معين من بعدها أسوي عبارة اتخاذ القرار أو نفحص عبارة الفحص، واضح؟ ناخذ هذا المثال اللي يوضح كيفية استخدام عبارات التكرار أو الكاونترز من نستخدم من نرسم فلو شارت معين. ف draw a flow chart for program print the first 10 natural numbers، معناته هنا البرنامج يطبع أول 10 أرقام طبيعية. إذا تلاحظون يوجد نوعين من المخططات، هذا النوع الأول وهذا النوع الثاني. النوع الأول هذا النوع مستمد من هذا الشكل، والنوع الثاني اللي استخدمنا به عبارة اللوبينج أو التكرار مستمد من هذا الشكل. النوع الأول نجيب البداية للستارت، من بعدها put i أو enter i أو read i، هنا نخلي قيمة الi تساوي لك 1 لأنه هو يريد لأول 10 أرقام طبيعي ببدأها برقم 1. من بعدها يفحص إذا كانت قيمة i أقل أو يساوي 10، لأنه ليش خلي هنا الحد للعشرة؟ لأنه بالسؤال ذاكر first 10 natural numbers، فخلي الحد مالتي حد العشرة. إذا كان yes، إذا أنه الi قيمتها بدها قيمة 1، يفحص أنه الواحد أقل أو تساوي العشرة، نعم print قيمة i، طالب هنا طباعة الأرقام،
يطبع قيمة i. من بعدها شلون أخلي عبارة التكرار تستمر فيزيدها بمقدار واحد، فهنا قيمة i صارت 2، واضح؟ يرجع يختبر 2 أقل أو يساوي 10، نعم اطبع قيمة i، وهكذا. إذا كانت قيمة i أكبر من 10، وصلنا أكبر من 10، فراح يخرج من هذه عبارة التكرار، من توصل إنه نو راح يوصل إلى النهاية. النوع الثاني، طريقة الحل الثانية، إنه نكتب start، من بعدها نخلي هذه علامة اللوبينج. شنو تتضمن علامة اللوبينج؟ الحد الأدنى والحد الأعلى للتكرار. من بعدها print i، إنه أنا أريد أطبع قيمة i. ورا ما أطبع قيمة i أجي هنا أكتب i، معناتها القيمة المخرجة عندي من i. بهذا النوع هنا ما أحتاج إنه أكتب i تساوي لك i زائد 1، ليش؟ لأنه أصلا استخدمت هذا النوع، هذا يدل إنه على وجود عبارة تكرار معينة، فهو من ذاته يصير عملية تكرار بمقدار واحد، فيزيد قيمة الآي، معناته هنا الآي صارت 2، راح يطبعها وهكذا وصولا إلى آخر حد اللي هو للعشرة، لأنه أوتوماتيكيا أنا نعطي الحدود من 1 إلى 10. نجي هنا إلى مثال آخر. Draw a flowchart to read the number n and find its factorial. يريد factorial للعدد ال n. نعم، معناتها راح يكون عندي عدد معين واريد اوجد له الفاكتوريال. اذا تعرفون ان الفاكتوريال هو مضروب العدد، واضح؟ اذا كان فرض ان اذا نشوف n فاكتوريال على سبيل المثال، انه اريد اوجد فاكتوريال لرقم 3 او فاكتوريال لرقم 4، معناته 3 فاكتوريال شو تساوي لك؟ 3 في 3 ناقصا 1 و 3 ناقصا 2 وهكذا. او مثلا فاكتوريال رقم 4، 4 فاكتوريال شو يساوي لك؟ 4 في 4 ناقصا 1، 4 ناقصا 2 و 4 ناقصا 3 وهكذا. بما معناه فاكتوريال 4 راح يساوي لي 4 في 4 في 3 في 2 في 1 وهكذا. فهذه هي فكرة إيجاد مضروب عدد معين اللي تسمى بالفاكتوريال. مثل ما تعرفون أنه العنصر المحايد لعملية الضرب هو 1، والعنصر المحايد لعملية الجمع هو 0. هنا كون عندنا مضروب العدد فنحتاج أنه عنصر محايد لعملية الضرب ونختارها هي قيمتها 1، لأنه هي عنصر محايد، معناته إذا أضرب بها أي قيمة معينة ما راح يتغير الناتج. فأجي بالبداية أنه نكتب start، من بعدها input n، ادخل لي قيمة n، يعني ادخل لي قيمة العدد اللي تريد توجد له الفاكتوريال. من بعدها let n fact يساوي لك 1، هذه هي القيمة المحايدة اللي راح نستخدمها تساوي 1. من بعدها نستخدم عبارة تكرار اللي هي loop i تساوي لك من 1 لل n. فرضا ردت انا فاكتوريال رقم 4، فيكون عبارة التكرار مالتي من 1 لغاية 4. هذه هنا عبارة التكرار، اذا استخدم هذا النوع من عبارة التكرار فتغنيني عن كتابة شرط الفحص وعملية الزيادة، مثل ما كل ساعة اكتب i تساوي لك i زائد 1 او i اقل او تساوي مقدار معين، واضح؟ من بعدها اذا اعطيت هذه القيم، يعني عبارة التكرار من 1 الى n، اكتب fact n fact يساوي لك n fact في 1، فهنا راح يصير عندي قيمة فاكت جديدة وقيمة فاكت قديمة، كلها مضروبة في قيمة الـ i. من بعدها أطبع قيمة i أو أزيدها، عفوا أزيد قيمة الـ i، هنا هذه معناتها راح أزيد قيمة الـ i بمقدار 1، وتستمر اللوب إنه دخل لي القيمة الثانية.
بعدها أضرب قيمة الفاكت في قيمة الفاكت القديمة في قيمة الفاكت الجديدة، وبعدها أزيد قيمة الآي وأتم عملية التكرار. بعد ما أخلص عملية التكرار من أوصل لحد الأربعة راح يطلع عندي أنه شرط التوقف يتوقف، ويطبع قيمة الان اللي مثلا 4 والفاكتوريال مالتها اللي هو 24 جاي من قيمة انه 4 في 3 في 2 في 1 او 1 في 2 في 3